للسنة ال15 تقام فعاليات أسبوع حاصر حصارك لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفعا للوعي بأهمية القضية الفلسطينية وإظهارا لبشاعة الاحتلال من خلال الفنون. ما بين الحق المشروع وظلم الاحتلال ترفع المقاومة بجميع أشكالها. هذا هو هدف الأسبوع العالمي لفعاليات حاصر حصارك لإطلاق أقوى أشكال التضامن الملموس مع نضال الشعب الفلسطيني من أبواب الفن والثقافة. الفكرة إنه إحنا يكون في نداء، نطلق نداء مجدي وملموس على الأرض للتضامن مع القضية الفلسطينية، ويكون في رسالة موحدة كل سنة لهذا الأسبوع. رسالتنا هاي السنة هي أوقفوا تسليح الاستعمار. الفن يقاوم الاحتلال بما يلزم كجزء من مفهوم شامل يبدأ بأنفسنا وينتهي بعدونا. هذا ما تم التأكيد عليه في اليوم الثالث من فعاليات هذا الأسبوع الذي يقام للسنة ال15 على التوالي، تعظيما من شأن القضية الفلسطينية في نفوس وعقول الأجيال الحالية والمستقبلية. الدبكة هي بتعني الحفاظ على القضية الفلسطينية في الناس، في الناس اللي هم أهل هاي القضية، ومش بس أهل هاي القضية، كمان كل الناس اللي إما ممكن يشاركوا في الدبكة أو ممكن إنهم يتفرجوا على عروض الدبكة. الفن والمقاومة وجهان لعملة واحدة، وهما الإيمان بالقضية وإعلاء الأصوات بما هو متاح، ليكون أسبوع حاصر حصارك نواة لتعزيز الصمود في الأرض والتمسك بها. للمقاومة الفلسطينية أشكال عدة، منها الثقافة والفنون، لتكون الرسالة واحدة وواضحة. 100 فعالية تجوب العالم حاليا من خلال أسبوع حاصر حصارك، لتبقى فلسطين شامخة بأهلها وأرضها. أيمن الحمود، المملكة، عمان.